بالنسبة للفصل الثاني المكتب ومستلزماته من تكنولوجيا المعلومات، عايزين نوضح في الفصل دوت بس ان الادوات المكتبية اللي بقت موجودة على المكاتب اصبحت كلها متعلقة بتكنولوجيا المعلومات، ملهاش علاقة بالاوراق ولا بالاقلام ولا بالاجندات. فأظن بالإضافة لعدد كبير من العمال في المؤسسة والمكتب وكذلك الدقة غير الكافية والسرعة في الأداء، يرجع ذلك إلى ما يواجهه العالم من تطور تكنولوجي كبير جدا في شتى المجالات، ولا سيما التطور المخيف في علوم الحاسب. وبالتالي هنلاقي إن أتمتة المكاتب بقت واحد من أهم المجالات اللي بتدل على مقدار التطور التكنولوجي في مجال الكمبيوتر. وفي الفصل ده هنحط تصور لمكتب مؤتمت بما يحوديه من أجهزة ومستلزمات، حتى نتعرف على أسلوب العمل الحديث بما فيه من توفير في التكاليف والسرعة والدقة في الأداء والتسهيل في أداء المهمات. أول حاجة في مستلزمات المكتب التكنولوجية أو أتمتة المكاتب نظام حاسب متكامل. هو الأساس اللي بتقوم عليه مفهوم أتمتة المكاتب، هو الدماغ المشغل لجميع الأجهزة المختلفة التي تستخدم في المكتب تقريبا، ومن خلاله بيتم التحكم والسيطرة على سير العمل في المكتب من خلال ربط كل الأجهزة ذات الوظائف المختلفة إلى نظام الحاسب بالإضافة لبعض البرمجيات. ومثال على ذلك شبكة العمل المحلية Local Area Network أو اللان، والتي تتكون من جهاز خدمة رئيسي بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المربوطة التي من الممكن أن تكون مجرد أجهزة إدخال وإخراج زي شاشة ولوحة مفاتيح، ويمكن أن تربط على الشبكة أيضا بعض الأجهزة الطرفية مثل الطابعات والماسحات. عندنا كمان الوسائط المتعددة، وهي البرمجيات التي تكفل التعامل مع الأصوات والموسيقى والصور والنص والأفلام. النقطة اللي بعدها نظام التشغيل والبرمجيات. بتختلف نظم التشغيل Operating Systems عن بعضها البعض في أمور عدة، مثل الوظائف التي يوفرها نظام التشغيل، الإمكانيات في التعامل مع نظام الملفات وغيرها. وتنبع أهمية اختيار نظام التشغيل من حقيقة كونه الحزمة البرمجية التي ستقوم بالتحكم بمعظم الأجهزة المرتبطة بالحاسب، بالإضافة إلى البرمجيات الجاهزة المخزنة على الحاسب. ويعتبر نظام التشغيل DOS من أشهر أنظمة التشغيل للحاسبات الشخصية والتي تستعمل عادة في المكاتب. في نظم أخرى زي نظام يونكس، وبعدين في الآخر جه نظام ويندوز ده اللي شغال لحد دلوقتي أنتجت شركة مايكروسوفت. قلب موازين المعايير، فهو عدا عن كونه نظام تشغيل كامل ذو إمكانيات ضخمة تتيح للمستخدم كل التسهيلات الممكنة واللازمة للقيام بأكثر وأعقد العمليات في المكتب بواسطة البرامج التي تأتي معه أو تعمل في بيئته. إن أنظمة ويندوز قد صممت بفلسفة معينة، حيث أن من يملك الحاسب الشخصي مع نظام ويندوز فإنه تقريبا لا يحتاج إلى أداة أخرى على مكتبه، والذي سمي الجزء الرئيسي من ويندوز بسطح المكتب، أي أن ويندوز تحاول الاستغناء عن الورق على سطح المكتب بشكل نهائي. ويمكن ملاحظة هذا المفهوم من البرامج المرفقة مع ويندوز مثل المفكرة وبرنامج المعالجة النصوص للرسائل والساعة والحاسبة والتقييم وبرامج الاتصال وخلافه. أما بالنسبة للبرمجيات الجاهزة والتي تمثل أساس العمل في المكتب والتي أصبح معظمها يعمل حاليا في بيئة ويندوز، فهي تقسم كالتالي. بالنسبة للبرمجيات الجاهزة، واحد أول برامج جاهزة برامج معالجة النصوص Word Processing، تختص بكتابة النصوص وتنسيقها، وتعتبر هذه البرامج من أهم الأنواع لاستخدامها المتواصل في المراسلات داخل المكتب. النوع الثاني برامج قواعد البيانات أو Database، وهي تختص بحفظ البيانات والمعلومات على شكل جداول، وتستعمل في حالات التخزين لمعلومات كبيرة وإمكانية استرجاعها بطرق ذات كفاءة وجودة عاليين، من أشهرها مايكروسوفت أكسس. ثلاثة برامج البيانات المجدولة أو Spreadsheets، وهي قادرة على القيام بإنشاء جداول إحصائية ومخططات ورسوم بيانية، وتعتمد على مبدأ الخلايا المرتبطة بعضها البعض بواسطة معادلات رياضية، حيث أن أي تغيير في إحداها يؤدي إلى التغير في الخلايا المرتبطة بشكل آلي أوتوماتيكي زي لوتس 1-2-3 ومايكروسوفت إكسل. النوع الثالث برامج الاتصال، وهي البرامج التي تسمح بالاتصال بين الحاسبات عن طريق الشبكات المختلفة ونقل المعلومات. رابع برامج خاصة بالمعدات ترفق مع الأجهزة الموصولة مع الحاسب زي الماسحات وآلات التصوير. أربعة من الحاجات المهمة البريد الإلكتروني، عبارة عن إرسال رسائل داخل المنشأة أو خارجها عن طريق استخدام الحاسب وأجهزة الإدخال والإخراج والتخزين والاتصالات.
خمسة البريد الصوتي يشبه البريد الصوتي إلى حد كبير البريد الإلكتروني باستثناء إرسال الرسالة بالصوت عن طريق الهاتف. ستة التقويم الإلكتروني يستخدم في شبكات الحاسب لتخزين واسترجاع مواعيد المدير. تلاقي عندك بقى سبعة الاجتماعات السمعية، ودي الاجتماعات باستخدام أداة الاتصالات السمعية ولا يتطلب الاجتماع السمعي أجهزة حاسب. اجتماع تلفزيوني يستخدم هذا النوع من برمجيات جهاز التلفزيون لربط المشاركين بالاجتماع والمنتشرة بمواقع جغرافية مختلفة، حيث يتكون هذا النظام أدوات سمعية ومرئية ولا يتطلب الاجتماع التلفزيوني جهاز حاسب مثل الاجتماع السماعي. اجتماع بواسطة الفيديو، الاجتماعات بواسطة الفيديو بتستعمل شبكة الحاسب السماح للمشاركين لحل مشكلة أو تبادل معلومات متعلقة بموضوع مشترك، ويستخدم هذا النظام بالإضافة إلى الحاسب البريد الإلكتروني وقناة فيديو وبث باتجاه واتجاهين. تختلف هذه الاجتماعات عن الاجتماعات السمعية والتلفزيونية من حيث عدد المشاركين، حيث تشكل الاجتماعات بواسطة الفيديو أكبر عدد من المشاركين مقارنة مع النوعين الآخرين. كمان الاجتماعات عن بعد التي نسمع عنها دائما تتكون من ثلاث أشكال من الوسائل الإلكترونية للاجتماع، وهي السمعي والمرئي والفيديو. نجيب على العشرة المودم وخط الهاتف. والهاتف هو من الأجزاء المهمة في عمل المكتب بالإضافة للاستعمال العادي للاتصال، فمن الشائع استخدامه كخط اتصال على الحاسب وذلك بواسطة جهاز المودم. والمودم اختصار لكلمة ميديولر دي ميديولر، والتي توضح مبدأ عمله في تحويل إشارات الهاتف التناظرية الأنالوج إلى إشارات رقمية ديجيتال يستطيع الحاسب فهمها والتعامل معها وكذلك العكس. حداشر الفاكس هو عبارة عن جهاز صغير ذات فائدة كبيرة في عالم الاتصالات، وقد بلغت الاستفادة ذروتها عندما تم ربط الفاكس بالحاسب، وتعتمد طريقة عمله على وصل الفاكس بخط الهاتف بواسطة المودم والاتصال برقم معين كما الهاتف تماما، إلا أن الرسالة المرسلة ليست صوتا بل كتاب. هنا بيعتبر 12 من عنصر أتمتة المكاتب الطابعات، و13 الطابعات كما من أنواع الطابعات. أولا بيعتبر الطابعات النقطية أو الدوت ماتريكس. كذلك عندي من أدوات أتمتة المكاتب نمرة 13 الرسمات، وهي لا تستعمل إلا في بعض المكاتب عند الحاجة إلى رسم الأشكال الهندسية ذات الخطوط المتداخلة الدقيقة مثل تصميم الرسومات الهندسية والكهربائية وأعمال التصميم. 14 من عناصر أتمتة المكاتب المساحات الضوئية السكانرز. تعمل المساحات الضوئية على نقل الصورة أو النص أو ما يشابه إلى صورة على الحاسب اللي كان تخزينها كملف والتعامل معها بواسطة البرامج المختلفة. في بقى مستلزمات أخرى بتلزم برضو الأتمتة المكاتب زي آلات التصوير، دي بيتم ربطها برضو مع الإيه؟ مع الحاسب. كمان في عندي شاشات العرض، وهي عبارة عن شاشات فقط أي بدون حاسب تستعمل عادة في تكبير الصور الظاهرة على شاشة الحاسب الصغيرة، وذلك لغاية العرض لعدد كبير من الجمهور. وهنا أيضا نوع آخر يربط مع شبكات الحاسب، فيأخذ الصور المعروضة على الشاشة ثم يوضع على ما يسمى بالفانوس الساحبي اللي هو أوفر هيد بروجيكتور ليتم عرضها على الحائط. في عندنا كمان أجهزة النسخ الاحتياطي، وهي أجهزة تربط على الحاسب لغرض عمل النسخ الاحتياطي باك أب لضمان عدم ضياع المعلومات بسبب مشكلة معينة، حيث تقوم هذه الأجهزة بحفظ البيانات وتخزينها كما في الأقراص الصلبة. وأخيرا عندنا كمان أجهزة التحكم بالكهرباء، بتوصل هذه الأجهزة بشكل دائم مباشر بالحاسب وهي تحفظ الطاقة الكهربائية وتزود الحاسب ده، فإذا حصل انقطاع في التيار الكهربائي فإن الجهاز يستمر في إمداد الحاسب من الكهرباء المخزنة فيه فلا يضيع العمل غير المخزن، ويعطي إشارة بانقطاع الكهرباء لأنه يمنح فترة بسيطة من الوقت حتى تنتهي الطاقة المخزنة لكي يسمح للمستخدم بتخزين عمله.